هنا فين بدات الفكرة انني ندير ما حال. قلت شنو ندير، بديت كنضرب تمارة ديال بصح صراحة، وخدمت على اليوتيوب ديال بصح مدة ديال عام ونص. هنا جمعت واحد شوية الفلوس، قلت غادي نمشي نكري واحد المحل، وهاد المحل هذا في مدينة الدار البيضاء. هنا بديت كنصلح المحل راسي دقة دقة، هنا فين صايبت اللوغو ديال ايوب مول الكلاشات، وبديت توكلت على الله وبديت كنجيب السلعة. الارزاق بيد الله، بنادم غير يتوكل على الله ورزقك غادي يجيبو لك الله الله، ولكن خصك تكافح وتجتهد. شحال ضربت ديال تمارة في هاد اليوتيوب هذا؟ تقريبا ضربت واحد التمارة ديال عام ونص هادي بوحدها، وعاد من 2016 وانا كنضرب تمارة باش وصلت لهاد النيفو هذا، واليوم حققت واحد شوية من الاحلام ديالي الحمد لله، واستقريت في مدينة الدار البيضاء. واخا بعدنا شوية على مولين الدار وعلى الحومة وعلى الدرب، المهم هادي سنة الحياة اللي خصك دبر على راسك. طرفت الخبز هو هذا كله، وفين مكتب له طيفت الخبز ديالو، جبنا سليعه، توكلنا على الله، درنا كليه الحمد لله. كنبيعوا السلعه في داخل المغرب وخارج المغرب في اي بلاصه الحمد لله. هذاك الشيء لقى لنا واحد الاقبال كبير، ولكن راه شتكون واحد شويه المعاناه اللي ما عمري شركتها معاكم وما عمر شي واحد شافها، يعني معاناه ديال شحال هادي ما كنتش كنلقى بزاف د الحوايج، ولكن خدمت على اليوتيوب وخدمت في الصنعه ديالي عاونت بيها، والحمد لله ربي عطاني هذا الرزيق هذا. قلت بلا ما نخسرو في شي حاجه اللي ماشي تلهيه، عطاني ربي هذا الرزيق هذا نستثمرو في هاد المشروع هذا الحمد لله. وتعرفت على واحد بنت الناس ديما كانت السند ديالي، اللهم لك الحمد، عاونتني بزاف بزاف د الحوايج يعني، والحمد لله دابا المحل صايبناه وقديناه، ودابا راه غادي للقدام ان شاء الله، ومازال غادي نجيبو السلعه بشويه بشويه، واي واحد بغى يحقق شي حلم راه غادي يوصل له غير يكافح.